نشرت وزارة الداخلية الأوكرانية مقاطع فيديو متعددة لما قالت إنها عربات مدرعة مدمرة وقوات روسية مستسلمة في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل الإعلام الأوكرانية وشبكات التواصل الاجتماعي مركبات روسية تتحرك عبر خاركيف وقوات روسية تجوب المدينة في مجموعات صغيرة. وأظهر أحد مقاطع الفيديو جنود أوكرانيين يتفقدون المركبات الروسية الخفيفة والتي تضررت جراء القصف وتركتها القوات الروسية في أحد الشوارع.